اي بدرا فيها الف ديال لي بيرسوناج. الوغ بون انا كنت كنخدم سي فري بزاف على ليترونجي حيت كنت كنسكن في فرنسا و بون جي في بليزيور فيلم في 12 ديال البلدان خدمت بخمسه ديال اللغات خدمت بالعربيه بيان سور بطبيعه الحال بالدارجه بالفرنسيه الانجليزيه الاسبانيه والالمانيه و وبالنسبه لي مهم كان باش كان بالنسبه لي مهم نرجع لبلادي وندير شي حاجه في بلادي فوالا ندير شي حاجه في بلادي كممثله وك سيناريست aussi كان جو بريبار aussi des choses ك سيناريست. الو انا تزاديت في الدار البيضاء الاصلي من بابا انايا صحراويه من تافيلالت دونك من مولاي علي الشريف ومن ماما انا فاسيه اللي وماما تزادت في وجده فوالا دونك فيا هاد الميلونج. Alors, Timtil, en Adrestouf à Paris, j'ai fait d'abord la faculté de Nanterre Paris 10, l'Idrestoufeha, le cinéma et le théâtre, l'histoire du cinéma, la théorie du cinéma, etc. Et ensuite, je suis passée au cours Florent, l'Idrestoufeha, le cinéma de l'Amsrah, ou même pas de Kemmelt Derasa. C'est-à-dire درت la ligue d'improvisation درت le ghina درت plusieurs ateliers ديال المسرح ومازال انا مازال تنقرا انا بالنسبه لي غنقرا حياتي كامله في هذا الميدان لان فيه قراءه كل نهار كتعلم شي حاجه. لا وي سي فري كو ما شاركتش بزاف في المسلسلات بزاف شحال هادي شاركت مع عادل الفاضلي في لا بريغاد هادي شحال وملهيه ما بقيتش شاركت في المسلسلات حتى ديغنييرمون في المسلسل ديال ياسين فنان السن المدفون اللي داز في رمضان العام اللي فات ومن بعد خدمت في المسلسل ديال علاء كعبون داير البوز اللي مازال ما داز فوالا درت فيه واحد البيرسوناج لا علاقه مع هذا ولا علاقه مع هذاك اللي درت قبل وهذا بيرسوناج الحنان خطيب لا علاقه مع سناء. انا دابا كنلبس شي لباس ديال كلاسيك عند عقليه لا علاقه معايا انا. هذا سؤال في الحقيقه ما نقدرش نجاوب عليه لان خص الدور يعجبني اولا خص يكون واحد المعامله مع المخرج والمخرجه تعجبني صافي خصي الدور خصو يكون عجبني خصني يفو كو جو طوم اموغوز دو مون رول اي دو مون بيرسوناج. في داير البوز باغ اكزومبل المسلسل اللي درت مع علاء كعبون سي با الدور الرئيسي مي دور مهم فوالا ابخي ما عنديش انا زعما واش ولا بدا خصو يكون دور رئيسي الله اعلم ما عرفتش خصني ما عمري ما طرحات عليا هذا السؤال خصني حتى نشوف الدور اللي غادي يتقرا يقترحوا عليا وديك الساعه نقدر نعرف. الوغ في الحقيقه بزاف اللي كيسولوني على لا ديفيرونس المقارنه ما بين برا وهنا ما نقدرش نقارن لان كل مخرج ومخرجه عندها الطاقه ديالها والطاقه ديالو. نقدر نكون اشتغلت برا والطاقه ما تعجبنيش نقدر تكون تعجبني بزاف اون فيت سا ديبون ما نقدرش نهضر على سو جون دو ما نقدرش ندير مقارنه لان بالنسبه لي ان تورناج سي الطاقه اللي غادي نخدم فيها اللي نشتغل فيها دي فوا كتكون مزيانه دي فوا ما كتكونش مزيانه سواء في المغرب ولا ماشي في المغرب. ممثلين وممثلات المغاربه اللي نبغي نشتغل معاهم والممثله المغربيه اللي كانت كتعجبني وبغيت كنت بغيت نتمنى نشتغل معها هي مجروني ادريسي. انا جو سوي اموغوز دو مدروسي زعما اموغوز هيومينمون دو مجروني ادريسي واحد الانسانه جميله جدا و عندها قلب كبير وممثله اللي جي توجور ايمي من شحال هذه ملي كنت ديجا مومبر دو جوري في واحد لو فيستيفال كان داز الفيلم ديالها وانا جادور هذه الممثله دونك ديجا حققت واحد ان دو مي اون فا دير ان دو مي سوي. الممثلين كاين بزاف ما نقدرش ما نقدرش نقول واحد لان الا نسيت شي واحد غادي ما يعجبوش الحال. الوغ غنقول لكم شنو نقول لكم نقدر نتمنى ان راس العام هذا الاخر ديال العام يكون مع الاخر ديال كورونا يا ربي باسكو جو بونس كنا تعبنا بزاف
ونتمنى ان المسلسل يعجبكم. انتو كان درتو بقلبي فوالا، الناس كله في الحقيقه ديال المسلسل داروه بالقلب ديالهم. جو فوز امغاس. قبل المغادره لا تنسوا الاشتراك في قناه العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركه الفيديو والضغط على زر الاعجاب.